المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة قبل في مراجعة تمريض الأطفال نتكلم عن Neonatal Adaptation Extrauterine Life، يعني تكيف الطفل مع اللي هو الحياة بعد الولادة بعد ما ينزل من اللي هو الرحم. إيش معنى Physiological Adaptation؟ The mechanics of birth require change in the newborn for survival outside the uterus. Immediately respiratory gas exchange، يعني انه ايش الاليات اللي بصير مع الطفل والحياة اللي بصير مع الطفل مشان يتكيف مع الحياة خارج الرحم. respiratory system adaptation، تكيف الجهاز التنفسي في four stimuli that help initiate the first respiration. ايش الاربع حاجات اللي لازم تنعمل مشان أو شيء بصير مع الطفل مشان هو إيش يبدأ يتنفس لو خارج الرحم عقول فورا من عند ما ينزل من الرحم. أول حاجة chemical factors، الchemical factors بتنشط الجهاز التنفسي اللي بيكون أكسجين واطي، ثاني أكسيد الكربون عالي ال pH منخفضة، هذه الأشياء بتنشط الجهاز التنفسي ومركز اللي هو التنفس في الدماغ إنه يشتغل. إذا كيميكال فاكتورز لو أكسجين لو هاي كربون دايوكسيد لو بي اتش، ثيرمال ستيمولاي الحرارة خارج الرحم أقل من الحرارة ايش داخل الرحم، significant decrease in environmental temperature after birth from 37 degrees centigrade to 22 دقري سنتيغريد أو 24 دقري سنتيغريد. يبقى الحرارة غير متوازنة بين الحرارة داخل الرحم وخارج الحرارة خارج الرحم. ميكانيكال فاكتور عملت نزول after passage of fetus in the pairs canal and squeezing in the fetal lung، لو بصير في squeezing عصر اللي هو fetal lung هذا، وعملت مروره من اليوترس، هذه من قناة اللي هو اليوترس السيرفكس، هذا بتنشط الميكانيكال فاكتورز، سنسور فاكتور، تكتايل، اوديتوري، وفيديوال ستيمولاي. تكتايل لكن ايش؟ باللمس يعني. ثيرمو ريجوليشن تنظيم الحرارة، يقول لك كيف تنظيم جهاز التنفس بأربع حاجات، كيميكال فاكتور، ثيرمال ستيمولاي، ميكانيكال فاكتور، سنسور ستيمولاي. ثيرمو ريجوليشن ايش الفاكتورز؟ طبعا الطفل اللي بيجي جديد ممكن يصير عرضة يصير عنده هايبوثيرميا. طيب ايش السبب الهايبوثيرميا؟ large body surface، lack of subcutaneous fat، immature heat regulation center للهايبوثيلمس، inability of immunity to generate heat by shivering until 3 months of age، يعني الكمبنسيشن لما الطفل يعني بتنخفض حرارته بصير عنده shivering مرتعش. thin skin and the blood vessels اللي هو الجلد رقيق وثين في blood vessels and the skin. يبقى هذه الخمس أسباب، أسباب الهايبوثيرميا، large body surface، lack of subcutaneous fat، immature heat regulation center the hypothalamus، inability of continuous to generate heat by shivering until 3 months of age، thin skin with the blood vessels close to the surface. إيش المسلس of heat loss؟ كيف الطفل يفقد الحرارة عن طريق evaporation، تبخر. الطفل بيكون يعني مبتل لما بيلد وبصير اكسبوز للاير، تبخر الهواء وهذا بيش بيؤدي الى فقدان الحراره. طب كيف بدنا نعمل تو هاو تو بريفنت ويز تو بريفنت هيت لوس دراينج، ان نجفف ونشف الطفل بعد ما يلد ونشفه بعد ما بعد الحمام. الشيء الثاني، الطريقة الثانية اللي بيمكنها بيفقد الحرارة كوندكشن التوصيل، when heat is transferred to cooler objects، الحرارة تنتقل من ال hot objects to cooler objects. كيف نمنع فقدان الحرارة عن طريق الكوندكشن warming the objects that will touch an infant، يعني تدفى الحاجات اللي تدفى ملابسه، تدفى الأشياء اللي بتلمس الطفل، ونحط الطفل ايش؟ على اللي هو جلد امه مشان الحرارة تنتقل من الاب للطفل.
هذا بمنع عندهم غيرها عن طريق التوصيل. الطريقة الثالثة الراديشن الإشعاع. فقدان الحرارة بالإشعاع، كيف نمنع فقدان الحرارة اللي هو نحطه في الانكيوبيترز مصد اللي هو في الدبل وي وولز وكريبس اند انكيوبيترز في البي بليست اوي فروم ذي وولز اند وين تكون هذه اللي هو الانكيوبيتر او الحاضن يكون بعيد عن الشبابيك وبعيد عن الجدران. الطريقة الرابعة اللي بثبت فيها الحرارة الكونفكشن الانتقال، طريقة اللي هو لمنع ذلك keeping the newborn out of the drafts بعيد تبعد عن تيارات الهواء من تنبور من بار من تمبرش تحافظ على اللي هو درجة حرارة البيئة المحيطة وkeeping the preterm unit in the incubator حط the preterm في incubator. طيب قبل ما اللي هو اللي قلتها احنا الخالبين من الشابتر تبع اليونيتس هاي البريماتيور اللي بلد اقل من 37 اسبوع في الامتحان، الفول تيرم 37 اسبوع 42 اسبوع، البوست تيرم بعد 42 اسبوع. طيب الوزن نورمال بيرث ويت 2500 ل 4000 جرام، 2 كيلو ونص ل 4 كيلو جرام، لو بيرث ويت اقل من 2500 جرام، فيري لو بيرث ويت اقل من 1500 جرام، اكستريم لو بيرث ويت اقل من 1000 جرام. حسب البرسنتايل وحكينا فيه السمول فور السيشن ابريد اقل من 10 برسنتايل، ابروبريت طبيعي من 10 ل 90 من 10 ل 90 برسنتايل، واللارج الاعلى من 90 برسنتايل. الابقر سكور وهذه برضه تطرقت لها، الابقر سكور تتخذ في اول دقيقه واول خمس دقائق وبعد 10 دقائق. اذا كان الابقر سكور اقل من 5 اقل من 7 بعد 5 دقائق بنقدر نعمل تقييم لها بعد 10 دقائق. الابقر سكور بتاخذ اول دقيقه اول خمس دقائق بعد 5 دقائق، وممكن نعملها بعد 10 دقائق اذا كان الابقر سكور بعد 5 دقائق تكون اقل من 7. شو الابقر سكور اللي هو الانديكيتورز اللي هو مؤشرات التقييم اللي هو الاي الابيرنس والبي البلس والدي الجرايمس والريفلكس الاتابيلتي والاي الاكتيفيتي والمسل تون والار سبيراتوري افورت اخذتوها في النساء والولاده. هاي الابقر سكور ايش بتعطيها مقاييس الابيرنس اذا كان سكن بلو صفر، بينك بادي وذ بلو اكستريمتيز الجسم وردي والاطراف زرقاء واحد، كومبليت بينك لو كل وردي اثنين، البلس اذا كان فيش بلس صفر اقل من 101 اكثر من 102، الجرايمس ريفلكس نو ريسبونس فيش استجابه للريفلكس للريفلكسز صفر، جرايمس واحد، كف اور سنيزنج ريفلكس لما تقرب على حاجه على قرب على الانف بصير يعطس وكح، هذا اثنين. الاكتيفيتي اوف ماسل لمب زيرو، سم فليكشن بصير فليكشن بسيط واحد، اكتف موفمنت حركة عادية نشطة اثنين، اسبيريشن كان فيش اسبيريشن صفر، سلو او ريجولار واحد، جود اسبيريشن عندي كراين اثنين. طيب ابغى سكور توتال سكور من 7 ل 10 طبيعي جود كونديشن، من 4 ل 6 بتكون هذه فير كونديشن، ممكن يكون عند الطفل اللي هو مودريت سي ان اس ديبريشن مصل فاسيتي سيانوزس بور سبيشن. اذا كان الابقر سكور من 0 ل 3 انديكيت دينجر، هذا خطر، النيرس نيدز ايميديت ريسستيشن تحتاج لانعاش فوري. هيك احنا خلصنا للنيونيتس، كيف بدي انتقل ل الملف الاخير اللي هو امراض الدم.
البلاد ديزيز اخر حاجه البلاد ديزيز الانيميا، نبدا في الانيميا على السريع. الانيميا اللي هو نقص الهيموجلوبين معروف، ولا اكثر الاسباب اكثر امراض الدم شيوعا اللي هو الانيميا. طب ايش اكثر اسباب الانيميا؟ ايش اسباب الانيميا؟ بلاد لوس، وتروما، وديكريز برودكشن اوف بليتلس، وانكريز ديستركشن اوف بليتلس، وديكريز نمبر اوف كلوتينج فاكتورز. ممكن يكون الاسباب الانيميا نقص في مشكله في البون مارو، ديبريشن او لوكيميا تطرقنا الها. ايش كلينيكال مانيفستيشن اوف انيميا؟ طيب قبل ما ابدا ايش اكثر اسباب الانيميا شيوعا؟ سؤال اجاك في النيوتريشن اللي هو ايرون ديفيشنسي انيميا، اخذت السيمبتومز اوف انيميا هي قدامك، والكومبليكيشنز اوف انيميا من تردديشن وكورس تردديشن وكارديك انلارجمنت وديس اند كارديك فيلر. طيب السيكل سيل انيميا ايش هو؟ بس بدك تعرف للمرض وخلاص. ايش السيكل سيل انيميا؟ سيفير كرونيك هيموليتيك انيميا. هيموليتيك ايش؟ انيميا، مش نيوتريشن انيميا الناتجة عن نقص الحديد ونقص الفوليك اسيد والكالسيوم والبروتين، نقص العناصر الغذائية اسمها نيوتريشن انيميا، ويصير اكثر اسبابها ايرون ديفيشنسي انيميا. لكن السيكل سيل انيميا هيموليتيك انيميا. طيب السيكل سيل انيميا عبارة عن مرض ايش؟ مرض وراثي، مرض وراثي. هذا مهم اللي هو السلايد. سيكل سيل ديزيز از ان انهيريتد ديسوردر ان ذا اوتوسومال ريسيسيف باترن. تمام، مرض وراثي. بكون شكل الانيميا شكل الكره الدم الحمراء بالطبيعي، وهذا بادر لتكسيرها. وشرحنا وقت ايش بتكون قديش فرص اصابه الاطفال اللي اباهم حاملين المرض، واحد حامل المرض وواحد طبيعي، اثنين حاملين المرض، واحد مصاب وواحد حامل المرض، اثنين حامل المرض، حكينا فيه. هذا تكلمنا فيه الموضوع كثير كثير، فتراجعوه براحتكم. وإذا كان في أي سؤال جاي فيه أنا بحكي لكم عنه، بحكي عنه أخرى شوية في المراجعة. طيب الهيموفيليا عبارة عن مرض ايش؟ وراثي، تحمله الإناث وينتقل إلى الذكور. ايش بتكون المشكلة وين؟ في الكلوتينج فاكتورز، في أي فاكتورز؟ الثامن والتاسع والـ11. وأكثر حاجة في الثامن والتاسع وقلنا الهيموفيليا اللي يكون في خلل في الفاكتور الثامن والتاسع بنسميها هيموفيليا اي، كلاسيك هيموفيليا. واللي بكون في الهيموفيليا بي اللي في التاسع، اللي في الثامن هي اكثر الانواع شيوعا هيموفيليا اي، واللي في التاسع المشكله في الفاكتور التاسع هيموفيليا بي اللي هو كريستماس ديزيز، واللي في الفاكتور ال11 بنسميها هيموفيليا سي. يبقى بتاثر بتصيب مين؟ It is X-linked disorder primarily affecting males، بصير الذكور وتحمله في males act as carrier، تحمله اناث ويصيب الذكور. ايش اكثر الانواع شيوعا؟ اللي هو الهيموفيليا A الناتج عن نقص في الفاكتور 8. قلنا مرض وراثي hereditary disease. الكلينيكال مانيفستيشن بتقراها براحتك. الكلينيكال مانيفستيشن اللي هو البليدنج، يصير نزيف، وممكن النزيف يصير في المفاصل هيمو ارثروزز، وممكن النزيف يصير بعد اللي هو جرح. ايش الدياجنوستيك ايفاليوشن؟ بنعمل شو؟ بنفحص البي تي والبي دي تي والبروسومين كونسامبشن. يعني البي تي بنلاقيه نورمال، البي تي برولونج، البروسومين كونسامبشن ديكريز، الثرومبوبلاستين انكريز، جين اناليسيس نعمل جين اللي هو تحليل الجينات، وبرولونج الكلوتينج تايم، الكومبليكيشن اير وي اوبستراكشن،
cell obstruction, compression of nerves by hemorrhage, intracranial bleeding, joint deformity, secondary arthrosis, or death. The prognosis ممكن يعيش عادي وممكن يصير وفاة من intracranial hemorrhage بسبب وفاة intracranial hemorrhage. The treatment ايش العلاج؟ انك prevention of trauma and maintain a safe environment، تمنع يعني سقوطه وتخلي البيئة اللي حواليه مناسبة، ما يجرحش حاله، يستخدم لازم اللي هو يستخدم اللي هو الماكينة الكهربائية في الحلاقة بدل من الشفرة، وتكون اللي هو السيف انفايرمنت ات هوم اند بيد. دنتال كير انا يستخدم اللي هو برش فرشاية ناعمة، ويتجنب الرياضات الصعبة. لو صار عند الطفل نزيف او لو صار عند الطفل جرح يتمت لينز دانون، نظف الجرح المبلاج في الباط الثابت للجزء المصاب عند الابيت ابوف ليفل اوف ذا هارت، يرفع اعلى من مستوى القلب، تعطيه كريو وفرش بلازما او فرش فروزن بلازما. ايش العلاج لحالات النزيف نتيجة الهيموفيليا؟ تعطيه كريو بريسيبيتيت او تعطيه فريش بلازما او تعطيه فريش فروزن بلازما. وطبعا تحطه على الجرح كمادات او حاجات باده لوكال كبلاي لوكال ميجر تكونترول بليدنج بريشر، تضغط عليه 10 ل 15 دقيقه. بعدين ممكن تعطيه بروفايد سبورت كير فور ذا تشايلد هيمو ارثروزز، الطفل بصير عنده نزيف في المفاصل، ايش تم كنترول البليدنج، ايس باكس اللي في البات، المبرازه في البات، كلها اشياء احنا طلقنا لها. بريفنشن هومرج ديورنج نيرسينج بروسيجر، وانت بتتعامل معه وبتعمل الاجراءات التمريضيه تتجنب انه الطفل يصير عنده نزيف. يعني تدخل الثرمومتر جنتلي ببساطة، يفضل تعطيل الأدوية، يأخذ أدوية بالفم، لا بنلجأش للحقن إلا غير عند الضرورة، لازم يعمل روتيشن لتدليك لمنطقة اللي هو الحقن عن طريق العضل أو عن طريق السبيكوتينس أو الإنسان مسكولر، ولازم نعمل براشر نضغط بعد لبرة، نرفع النيدل أو السرنج في عملية الحقن، نضغط على منطقة الحقن 5 دقائق. لازم ما ينعطاش الطفل اسبرين لتخفيض الحرارة، لازم تستخدم ايش؟ باراسيتامول. سؤال امتحان، ممنوع نعطيه اسبرين، لازم نعطيه باراسيتامول. اخر حاجة بروفايد ايموشنال سبورت للتشايلد اند هيز فاميلي. الحضر اللي بعد هيك، الموضوع اللي بعد هيك اللي هو الهايبوثايرويديزم، ايش ناتج عن ايش الهايبوثايرويديزم؟ مش كتير حطول فيه. Disorders of the وين ايش بصير؟ Disorders of the endocrine system in which the thyroid gland does not produce enough thyroid hormone. الغدة الدرقية بكون تنتجش او بتنتج قليل من الثايروكسين والترايد والثايرومين اللي هو تي 4 وتي 3، يبقى بقل اللي هو الثايروكسين تي 4 والتي 3. ايش الكوز؟ ممكن يكون جديدة الكوز، طرحنا عليها قبل هيك، ممكن يكون acquired causes. clinical manifestation تكلمنا عنها، ومن ضمنها اللي هو very subtle physical signs markedly open posterior spontaneous بدون النفوخ الخلفي فاتح والنفوخ يرتب اول 3 شهور. ممكن يصير عنده prolonged psychological physical jaundice feeding difficulties skin cool جسمه بارد وبور مصل تون هايبرتونيا وامبلايكال هيرنيا. الكلينيكال مانيفستيشن تتابعها وتقراها براحتك، والايفاليويشن والكومبليكيشن منتال ريتارديشن، والعلاج انك تعطيه هرمونات الغده الدرقيه اللي هي ادويه فيها الهرمونات. ويكون افضل لو انت في العلاج يعني وقت على طول بعد اكتشاف المرض مباشره.
انا مش راح اطول فيها يعني. النوع الاخير اللي هو الموضوع الاخير اللي هو الديابيتس تايب 1 ديابيتس. التايب ديابيتس تايب 1 ديابيتس اسم مسمياته جوفينال ديابيتس انسولين ديبندنت ديابيتس. انه الطفل اذا كان يصاب الانسان في اول مراحل العمر نسميه تايب 1 ديابيتس او انسولين ديبندنت ديابيتس. لازم يعتمد على الانسولين. ممنوع ياخذ ادويه اللي هو بالفم اللي هو هايبرجلايسيميك ايجنتس. لازم ياخذ ايش؟ انسولين اسمه ديابيتس ميليتس تايب 1. تايب 1 ديابيتس ميليتس بصيب اليانجر ايج اند سكول ايج تشيلدرن. اسمه جوفينايل ديابيتس انسولين ديبندنت ديابيتس. ايش الاتيولوجي السبب؟ مش معروف السبب لكن بنقول ممكن يكون وراثي جينيتيك فاكتورز انفيرومنتال فاكتورز اكوايرد فاكتورز اسوشيشن وذ سيرتن هيومن ليكوسايت انتيجين تايبس ابنورمال اميون ريسبونس انكلودينج اوتو اميون ريأكشن الى اخره. طيب ايش الاعراض؟ ايش في عندك ميجر سيمبتومز في عندنا ماينور سيمبتومز ايجر ميجر انكريز سيرس انكريز يورينيشن بعطش كتير ببول كتير بروكلي كتير انكريز فود انجستشن ويت لوس بيفقد وزنه وفاتيك. الماينور سيمبتومز سكن انفكشن دراي سكن بور وند هيلينج ومنيليا فاجيناتس. في عندك دايابيتيك كيتو اسيدوز اللي هو زياده الكيتو اسيدوز في الدم الكيتون بزز. زياده الكيتون بزز هذه امرجنسي بروبلم بدها على طول علاج على السريع ممكن الطفل دخله عنايه مركزه. ايش اعراض اللي هو الكيتو دايابيتيك كيتو اسيدوز؟ هايبرجلايسيميا بوليوريا بوليديبسيا. يبقى زياده السكر ارتفاع السكر في الدم ضغط كبيره زياده التبول والبوليديبسيا اللي هو بيشرب كثير. ديهايدريشن ديكريز سكن تيجر نوز فوميتنج نوز ويكنس كزمل كثير بريف ريسبيريشن. نوع ريسبيريشن له ريحه ريحة نفس الطفل اللي بيكون عنده كيتو اسيدوزز زي ريحة الفواكه أو الأسيتون. وفقدان الوعي أو ألتر تغير وضعه بصير دراوزي وكونفيوزد وكوماتوز وبده عناية مركزة. تشخيصه فاستنج بلد شوجر دايابيتس دايابيتس تايب 1. كيف بدنا نشخص الحالة إذا في عرف من عنده دايابيتس ولا لا؟ فاستنج بلد جلوكوز اعلى بيكون اعلى من 26 راندوم بلد جلوكوز اعلى من 200 وبالاضافه للاعراض بوليديبسيا وبوليفيجيا وبوليوريا بشرب كثير ببطل كثير ببول كثير. مثلا الطبيب بيعمل فحص بول مشان يشوف اذا كان في جلوكوز في البول سكر في البول او كتون بادز. بشوفوا اللي هو البي اتش بكل اقل من 7.3 في الكيتو اسيدوزز ومتابلين اسيدوزز. البي اتش بتكون اقل من 7.3 البايكربون بتكون اقل من 14 من الكوفيلنت بير لتر. المانجمنت للدي كي اي اللي هو ديابيتيك كيتو اسيدوزز تعطيه فلويد مشان تعالج ديهايدريشن وتعطيه صوديوم وبوتاسيوم لانه في قلق من الصوديوم والبوتاسيوم بسبب الاوزمتك ديوريسيس. تعطي الانسولين تريديوس هايبرجلايسيميا اند انهبتس لايبو لايسيس اند كيتو جينيسيس. هاي التايبس اوف انسولين قدامك ريجولار انسولين بيبدا مفعوله الانست من 30 60 دقيقة بصل اعلى درجاته بعد ساعتين لاربع ساعات لمدة مفعوله من 6 ل 8 ساعات. الان بي اتش بيبدا بعد 120 دقيقة بعد ساعتين تمت مفعوله من 4 ل 12 ساعة وظلمه في 24 ساعة. في الكومبليكيشن تبعت الديابيتس اللي هو دي كي اي ديابيتس في الاسيدوزز سيريبرال اديما هايبر جلايسيميا وهايبو جلايسيميا. الكرونيك كومبليكيشنز نادرة في الاطفال لكن ممكن تصير يعني مع تقدم العمر. الريتينوباثي كاتاركت اللي هو الانفصال الشبكي ومية بيضة نيوروباثي بيرفرال اند اوتونوميون اوتونوميك قصدي نيفروباثي نيوروباثي ونيفروباثي ضعف الاعصاب ونيو نيفروباثي اللي هو رينال فيلر وبروتينوريا وكارديوباثي ضعف عضلة القلب. بهيك احنا تقريبا تمينا
موضوع المراجعة بالنسبة لتمرين الأطفال. خليني أنا راجع الأسئلة و